رجعنا من جديد ومستمرين معكم بمشوارنا الصباحي. رح نتحدث الآن عن فكرة حلوة بدأت من سنين لكتاب تلوين، ولكن هذا الكتاب قديه عم بيساعد بأنه يعرفنا على تراثنا، ثقافتنا، مناطقنا السياحية أو المناطق اللي عنا في الأردن. بدأت الإعلامية والكاتبة ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي تألف هاي الكتب بشكل يعني سريع، وبلشت بإطلاق هذه الكتب لأكثر من بلد. اليوم رح نتعرف أكثر على هذه الفكرة، مشروع الهوية للإعلامية جود جبيحان، وبدنا نعرف أكثر شو فائدة هاي الكتب علينا من ناحية نفسية أيضا. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح الخير، أهلا وسهلا، اشتقنا لك احنا يا جود. والله أنا بشتاق لكم، فبضل أرجع. اشتقنا لك، أهلا وسهلا، نورينا دائما. أهلا وسهلا فيك، نورتينا بيوم جديد، وصراحة الفكرة جميلة جدا. يعني متعودين دائما نشوف كتب لأولادنا لأطفالنا بلونه وبفش خلقهم بطريقة معينة، بس إنه إحنا نلاقي مثلا كتاب زي هيك بنرسخ فيه هوية بلدنا، تراث بلدنا، والحلو إنه إحنا بنقدر نشارك بتلوينها أي تحفة أو أي منطقة أو أي رمز أنت حبيتي ترمزي له بكتابك. صحيح. نحكي عن هالفكرة الحلوة كتير. صح، زي ما حكيتي، يعني أنا شخص بفتخر أني أردنية، ولفترة معينة من حياتي عشت بريت الأردن، وما في أحلى من لما تحكي للأجانب عن دولتك، عن حضارتك، ثقافاتك، عاداتك، تقاليدك، من طعام للباس لغيره. فإشي من الأشياء اللي فكرت فيها من كم سنة هو أنه أدي حلو لو عندنا كتاب نهديه للأجانب أو لأي حدا بريت الأردن يشرح أكثر عن الأردن. فهي بدت الفكره بكتاب الاردن، لما تفتحوه من جوا انا كتبته، ما بنشوف تفاصيل في رسومات. هو دفتر تلوين الكبار وليس للاطفال، طبعا اكيد الصغار بيقدروا يستعملوه، بس هو من جوا بتشوفوا في كتابات بالعربي وبالانجليزي. أوكي. استقصدت وعملته عربي انجليزي، انا كاتبه الكتاب. في رسومات احنا رسمناها من الصفر، اشتغلنا عليها لفترات كثير طويله، كل رسمه بترمز لشيء مختلف بالاردن، من مناطق سياحيه للباس. حلو. زي ما حكيت، لمعالم مختلفه. فهو هيك تعليمي ثقافي وبنفس الوقت مسلي. سؤال يعني. جود الكتابة، يعني لأنه يعني الموضوع تثقيفي كمان بشكل صحيح. كثير كبير. عم نشوف مثلا هذا الكتاب لفلسطين. صحيح. وفيه المناطق اللي موجودة بمختلف المدن، عكا، الخليل وغيره. كتبتي هذا النص الكفر كيف؟ هيك منيح؟ عم نشوف انك انت كاتبه او مختاره هذا. صحيح. وحكيتي لي تحت الهواء انا اللي كتبت النص. صحيح. كيف اخترتي وكيف تاكدتي من العوده لمثلا التاريخ، تاكدي من المعلومات اللي موجوده؟ عشان هيك بحكي كل كتاب لما يسالوني قد بياخذك وقت لتشتغل عليه، بقول لهم وقت كثير طويل، لانه في بحث كامل مطول بعمله، براجع حتى حكومه كل دوله. يعني الحلو بكل كتاب بكتبه بعد ما ازور الدوله. فلنفترض مثلا قطر اطلقته وقت كاس العالم، رحت عملت زياره خاصه لقطر، رحنا لكل المتاحف. لكل المعالم. فالحلو حتى مصر. حتى مصر بالضبط، انا كثير بحب دوله مصر. هلا الحلو انه بكل كتاب انت مش بس بتقرا كمعلومات بطريقه ممله، لا، هو كاني عم بسرد قصه لما زرت الدوله شو حبيت فيها. يعني حتى لما اشرح عن مثلا معالم معينه، الروائح اللي كانت، الطعام اللي ذقته، شو كانت مشاعري. تجربه كامله بالضبط، فهي تجربه كامله، هي قصه، وبنفس الوقت انت بتتعلم معلومات وبتلون الرسومات. حلوه الفكره كثير. هي رسومات معقده طبعا، هم للاشخاص اللي يمكن اللي ما شاف الكتاب، طبيعه الرسومات هي مش جدا سهله، بدنا نحكي شوي لها اسلوب معين. صح. ان هي بتميل اكثر على الارت ثيرابي زي ما حكينا بالاول، او الفن اللي بيساعد بالراحه النفسيه، بيساعد بالذاكره، بيساعد بالعديد من الاشياء اللي هو هلا، يعني هو طبيا صار له دراسات قد ايه مفيد التلوين حتى للكبار مش للاطفال. وحكينا بهذا الموضوع الصبح انا وابراهيم جود، قد ايه اخصائيين نفسيين عم بيلجؤوا لعلاج كثير من الاشخاص عن طريق الفن، فن بالتلوين. صح. بالتشكيل، بالنحت. صح. بالرسم. تقدري تعرفي كثير حتى عن شخصيه الواحد من خلال الالوان اللي بيستخدمها، اللي عم بيستخدمها، من خلال الفن اللي بيلجأ له. صحيح. وهلا احنا كثير اصلا يعني متواجدين باكثر من عياده، وكثير عم بيكون في طلب خصوصا بالعيادات، فحلو انه الناس صار عندهم علم على اهميه. بالزبط. هذا فيها المشاهد. تفاصيل كثير الرسمه جود زي ما حكيتي، واختيارك للرسمات اكيد بياخذ وقت كثير عشان تعرفي ايش اهم الشغلات، لانه كل بلد فيها كثير تفاصيل، فيها كثير اماكن. فكيف تختاري المناطق او المدن او الاثار مثلا؟ هلا الحلو هي جد هي تجربه كثير حلوه باكثر من طريقه، انه مثلا كتاب سعوديه انا السنه الماضيه هي يعني هيك خربت المفاجأة. نحن كتابنا الجديد في كتاب سعودية هو الكتاب اللي حنطلقه هلا إن شاء الله في شهر 9، هو كتابنا الجديد سعودية. هاي أول مرة بعلن عن شو الكتاب. الحلو كان إنه كانت أول زيارة إلي للسعودية، فزرت كل المدن مثلا من رياض لجدة، لو رحت على مكة عملت عمرة كانت بتجنن الحمد لله. فالحلو إنه
يعني على حسب اني اذا انا عارف الدوله او لا بياخذ وقت اكثر، يعني اذا فاهم قصدي، يعني مثلا فلنفترض انا سعوديه كانت اول مره بزورها، فشوي طولنا لانه لما احكي للفنانين اللي معنا بالفريق اللي برسموا لا اشرح لهم كل رسمه كانت تاخذ وقت اكثر من مثلا مصر، مصر رحت عليها 6-7 مرات، واحنا يمكن معتادين على الاهرامات وعلى تفاصيل كثيره بالضبط وتاريخها، فكانت شوي اسهل يمكن، فبعتمد كل شيء حسب. وانا لاني جديد صرنا نطور شوي بالرسمات، فصرت لما اشرح لهم كيف بدي الرسمه يقولوا لي انه كثير عم تطلعي شوي بريت الصندوق، يعني كتاب السعودي اللي رح يميزه صراحه رسومات مختلفة عن أي كتاب عنا من قبل، لأنه مش مثلاً بس رسمة طبيعية، لا حطينا رسومات بمجسمات غريبة، عملنا هيك زي عالم خيالي شوي حلو، فرح يكون أنا بالنسبة لي من أحلى الكتب والرسومات ومن أحلى رسومات. حلو. طب جود خلينا نرجع لكتاب الأردن، وأنا صراحة لفت نظري كتير تفاصيل من الحرس الملكي لباس الحرس الشرف الأردني، المرأة البدوية، القهوة العربية، تفاصيل كتيرة، التاج الملكي الهاشمي، كل هاي التفاصيل والمعلومات الكبيرة عن أردننا، مع مين قعدتي؟ مع مين أخذتي هاي المعلومات وثقتي؟ يعني بتعرف الموضوع مش سهل طبعاً. الموضوع أمانة، وهذا زي ما قلتي بدنا أكيد. بنحب نهديه دائما لكل السواح اللي بيجونا من صحيح. مختلف أنحاء العالم. فقولي لي هلأ دائما دائما أنا لأي دولة بشتغل عليها كل المعلومات الرئيسية بأخذها من المواقع السياحية لكل دولة أو الحكومية قبل أي شيء عشان ما نغلط بالمعلومات. بالضبط. هلأ الحلو بهذا الكتاب كوني أنا أردنية، معظم المحلات رح تلاحظي او المعالم اللي زرتها الشرح اكثر من زيارتي لهذا الشيء او رؤيتي لهذا الشيء، مثلا في لباس الشركسي انا ستي شركسيه، فحبيت اني ادمج هاي النقطه انه كونه ستي شركسيه ودخلت بعالم لباس الشركسي وشرحت عنه بالزبط. كل نقطه رح تلاقي لها يعني قصتك. هاي الزاويه او جزء من حتى الحيوانات اللي بنشوفها، حتى مثلا المهل جمال، لما زرت جرش كانت مثلا اول رحله لي مدرسيه فشرحت كيف لما رحت ولما شفت الاعمده من هناك تعلمت على مثلا 1-2-3. بس انا في شغله كثير بحب احكيها دائما، احنا بزمن هلا الناس مش كثير بحبوا يقراوا، فهاي كانت طريقه مختلفه اني اوصل معلومه معينه بطريقه مبسطه شوي، فانت لما تقرايه دائما بحكي للناس هو مش كتاب ممل انه والله بدات وانتهت وفي عام هيك، لا بحاول شوي اني ادخل المعلومه ما بين السطور بطريقه شوي مسليه ومختلفه. صح. فهي عقد ما فيها معلومات هي المعلومات اكثر تقدر تحكي رئيسيه ومش كثير تكون ممكن مثلا مخالفه لاشياء معينه. صح. او مش وارده او معلومه مثلا ما بتعرفيها من قبل، لا هي بالعكس اشياء يعني حلو انه اللي بده المتلقي للمعلومات اللي موجوده هون بطريقه خفيفه بسيطه وكثير حلو انه ممكن يقراها مش كثير طويله، يعني النص بتلاقيه مثلا نص صفحه او صفحه بالكثير بس عم بيكون فيه معلومات كثير حلوه. الا كتاب فلسطين اكثر واحد فيه زخم وعن قصد، ما هذا اللي بدي احكي لك اياه لانه انا بس فتحت وثقتي وثقت وهذه كانت مقصودة. بحب أحكي اليوم أن إحنا كتاب فلسطين هو الأكثر مبيعاً، وصلنا بعين أكثر من 20,000 نسخة رائع. الحمد لله. ومش بس بالدول العربية، يعني بقدر أحكي ببلاد الغرب من أكثر الدول اللي عم بشتروا الكتب، وأنا كتير مبسوطة على هذا الإشي. وهلأ إن شاء الله مفكرين نعمل نسخة جديدة منه بنزيد عليه رسومات ونكتب أكثر. فأنا اقتصدت بهذا الكتاب الكتابة ليوم الكتابة عشان هنا بيشتري، وزي ما أنت شايف بالعربي وبالإنجليزي مكتوب يقرأ ويتعلم عن كل مدينة عن كل إشي بخص فلسطين قد هي حلوة. وين عم تبيعي الكتب جود وايضا عالميا، يعني اللي بده يوصي من برا البلد؟ يعني احنا طبعا اكيد موجودين اونلاين على صفحاتنا بيقدروا الناس يعرفوا اكثر، بس متواجدين بمعظم كل المكاتب اللي بعمان، المعارض، الاماكن السياحيه، ان رحت مثلا على القلعه احنا موجودين بمحل، اذا رحت على جرش رح تلاقينا بمحل، يعني صراحه عم بحاول انشره قد ما بقدر. احنا بالاردن بحوالي 40 محل هلا الحمد لله. حلو. بالشرق الاوسط احنا بالمكتبات الكبيره، يعني معظم المكاتب، او مثلا في حال الكتاب قطر احنا موجودين بمتاحف قطر الوطنيه بالمطارات. يعني عم نعمل هلا نشر كثير واسع، وان شاء الله مع كتاب سعوديه كمان متواجدين بمجموعه كبيره، يعني حنتواجد هلا بحوالي 180 مكتبه حول الشرق الاوسط، فعم تتوسع السلسله، وانا ان شاء الله يعني بحس لها مستقبل كثير كبير كفكره. طبعا نفسي الناس اللي يدخلوا على مكتبه يلاقوا سلسله كل كتب الدول مع كل المعلومات، وتكون سلسله ان شاء الله عم تكبر. حتى كتاب الاردن السنه الماضيه طورناه، يعني عملنا منه نسخه جديده وجددنا الرسومات. هاي النسخه هاي تاعت السنه الماضيه جديده اطلقناها يوم عيد الاستقلال. صحيح. شوفي جود، كلنا بنروح على وسط البلد، كلنا بنروح على جرش، كلنا بنروح على البتراء، بس بحس اللي متعمق كتير بالتراث ومتعمق كتير بهاي التفاصيل بيشوفها من نظرة تانية. قولي لي أكثر مكان محبب لقلبك وهيك تفاصيل. احنا سؤال صعب. قولي لي. يعني لا جد كتير صعب، يعني أنا حتى لما يجوا عندي أصحاب إن كانوا من عمان أو بريت عمان قالوا لي خدينا نلف. وين أول مكان؟ لا ببدأ من فوق لتحت، ببدأ من الشمال للجنوب، أقول لهم يلا نطلع على سلط، نطلع على جلعاد، نطلع على جرش.
جد كل منطقة عندي إشي بميزها. وحتى هلأ أنا مع قد ما بحب أعرف أكثر عن، خلينا نحكي الثقافة أو التاريخ، قد ما عم بزور محلات جديدة ندمان إنه في كتير أشياء ما حطيناها فبدي أزيدها. ممكن تعمل حيكون بالكتاب الجديد، ممكن 100% ممكن تكبر السلسلة يعني، وحتى الكتب نفسها تكبر، بس جد إني أختار إشي واحد كتير صار. ممكن إشي بربطك بذكريات يعني، إشي متعلق فيك شخصيا. صح، مشان هيك الكتاب شوي غريب تبع الأردن، لأنه حتلاقي أشياء كثير ما لها خص بعض. هتقولي ليه اخترتك؟ بقول لهم يعني مثلا هاي زجاجة الرمل مثلا. الرمل هاي طول عمرنا متعودين واحنا صغار بتزوري اي معالم، مستحيل نروح على اي مكان الا نعملها. بالضبط، فخلص عملتها وحطيناها حتى كغلاف، لانه خلص بتذكرني باشياء معينه كتبت عنها. حتى رحلنا ايام المدرسه بتتذكري يعني كنا اول شيء نعمله تفاصيل معينه هي كانت لها خص بذكريات. وهذا هلا الدول الثانيه لا بقدر اعترف انه شوي مختلف صعب. اكيد يعني مع انه عم تزوري البلد اللي عم بترسمي لها، واللي بدنا نوضحه كمان انه هاي رسومات مو جاهزه. لا هي بالزبط. رسومات تم رسمها تحديدا لإلك. بالضبط، بقدر انك حكيت لها، لانه في ناس بفكروا احنا بنجيب الصوره مثلا من الانترنت ونحطها. بقول لهم لا، احنا الفريق انا بجننه يعني، يعطيهم الف عافيه. انا جد عندي فريق بجنن من الرسامين، ومن في منهم اشخاص معي اليوم كمان بيشتغلوا على الرسمه لمده شهر وشهرين وثلاثه احيانا. يعني ممكن ارفض رسمه ونضلنا نعدل عليها، اقول لهم لا مش مريحه، مش حلوه، مش شايفتها كثير عم تكون مثلا كرييتيف او مبدعه، فبدنا نظبطها. فبنضلنا نظبط فيها لاحسها ممتازه. وحتى بعد ما اطلق كتاب على فكره بضلني احيانا بحكي لا هاي كان لازم نعدلها، فلما نرجع نطبع بعدل بالرسومات. يعني ما بحس عمري بيكون في اي شيء كامل، بنضلنا نطور ونحسن منه. طيب بالنسبه للتلوين يعني عاده بنشوف كمان الرسم والانواع الرسم للكبار بيكونوا حاطين مثلا صوره شو الالوان اللي لازم نرسم فيها، بس انت اليوم تاركه الفضاء مفتوح. تركتينا الخيال. في بعض دفاتر التلوين بيحكوا لك حتى برقموهم لحتى تلونهم بطريقه معينه. انا بالعكس، انا لانه بدي اياه يكون شيء خاص بالراحه النفسيه وبنفس الوقت بيساعد بالصحه العقليه، بدي ناس تلون زي ما بدها تلون. وراح تلاحظ يعني انا احيانا مثلا في نفترض بكون رايقه، تلويني بيكون كثير حلو، اذا اني معصبه تلويني بيكون سيء جدا، بتكون الرسمه بتعكس شيء كثير داخلي غامقه او سودا، وانه ايش في مالك غضبانه، بينما اذا اني رايقه بتكون الرسمه مختلفه. لا انا بحب الناس، حتى في ناس بيقولوا علي بيقولوا لا بخاف مثلا الونها او بيقولوا لي انه تخرب، او بقول لهم مش مشكله بعطيكم غيرها. انه اعطوها فرصه جربوا لون يعني. حتى على فكره ان كان شباب او بنات وبعمر معين بيقولوا لك مستحيل امسك انه الوان واقعد الون. صح. اول ما يبدوا يلونوا بقولوا مش معقول شيء حلو، انا ادمنت يعني جد. في اشخاص اول ما يبدوا خلص بياخذك وقت، لانه الرسمه شو بتاخذك ساعات احيانا فعلا، بريك من الموبايل من الانترنت من التلفزيون، هي جد تفصلي. هي بالضبط. هو كثير منا من ايام المدرسه ما مسك الالوان وما حاول يلون، وخاصه الامهات اللي بيكون عندها اولاد لما بتشارك شوي بالرسمه وبتلون بتلاقيها اندمجت وكملت تلوين. هي بالضبط هلا بتصيري مع اولادك تقدري انت تقعدي تلوني بالكتاب بالزبط. وتورجيهم شوي، تشرحي لهم عن المعلومات وهم يلونوا مثلا كتاب اخر. واحيانا حلو بشوف امهات واطفال او حتى ابهات مع بعض بيقعدوا يلونوا بالكتاب، هذا جدا شيء كثير جميل كتير. يعني انا حابه اعرف عن الشراكه ما بينك وبين مثلا هيئه تنشيط السياحه، وزاره السياحه، قد ايه ممكن احنا نساعد بعض بهذا المجال، انه احنا نرسخ هاي المعلومات، نعمل مثلا جروبات، ناخذ هذا الكتاب كمرجع، انه يعني انا بتمنى نتجول بكل محافظات المملكه. صحيح، بتمنى انه اكيد اذا هم عم يتابعونا اليوم انه اذا تواصلوا معنا ويساعدونا ويدعمونا بانه نحطه بكل المحافظات نقدر انه يكون متواجد. مثلا احنا كثير عندنا بيجي جروبات سياحيه من خلال وزاره السياحه يستخدموه كهديه، يعني انا بتخيله جدا حلو، خصوصا انه بالضبط لانه مكتوب بالانجليزي مقصود هذا الشيء، لانه في حال حدا حكى لك لا ما هو بالعربي ما راح يفهموا اللغه، انا عملته عن قصد لغتين. انا بقول لهم بالعكس، لانه في حتى في اجانب عم بتعلموا اللغه العربيه فهو مترجم، فحلو انه يشوفوا اللغتين فعلا. فاذا بيقدروا طبعا يساعدونا، دائما بحكي ينشروا يستخدموا كهدايا، كثير عندنا مناسبات حتى كسفارات الاردن اللي هي في بلاد او دول مختلفه ياخذوا كميات منه ينشروا، لانه هو جدا هديه يعني كثير عاده حلوة. اي سائح بيجي او بدنا نعطي حدا اجنبي بنعطيه سوفينير معين فعلا. اعتقد ممكن تكون احلى فكره سوفينير ممكن تنعطى، لانه رح يستمتع فيها مش بس تحفه رح يحطها عنده في البيت، لانه هي فكره هادفه بالنهايه. صح. يعني عقد ما انه التلوين حلو ومسلي، بس هي بالنهايه في رساله ما خلف هذا الكفر. اختيارك للكفر الوان، وايضا انت ملونه مثلا احدى الرسمات اللي موجوده هون، هاد تلوينك انت قررتي تكون الالوان هيك؟ هو مش تلويني وتلويني، لانه هم بدوا يلونوا، انا بقعد اقول لهم مثلا فلنفترض انه لا بدي الالوان تكون على زهري على زراء بدنا اياها هيك، بورجوني اول مثلا درافت او الاول نسخه بقول لهم لا خلينا نعدل عليها. حلو. فلا هو اكيد عمل جماعي متكامل، بيكون في تصويت فريق كامل، وانا يعني انت اذا شايف هي في فكره معينه بكل كل غلاف
انه في اليمنت واحد زي ما نحكي او مجسم او صوره واحده ولون موحد. حتى الناس اللي قدام تصير عارفه الفكره العامه، يعني لما يصيروا يشوفوا الكتاب يقول لك هذا بظن هذا من كتب الهويه، اظن هذا. فحاولنا انه يكون في هويه للغلاف، بس كل غلاف بيختلف. يعني بتقدر تعرفي انه مش كتاب تلوين عادي لما يكون محطوط في محل، انه لا عم زي ما حكيتي عم ممكن من برا انا اذا شفته ممكن افكر انه هو تاريخ، كتاب تاريخ يعني بركز شوي اكثر ثقافي. حتى مع الوقت احنا اول غلاف ما كنا كاتبين عليه برا ارت ثيرابي او انه يرخص بالعلاج من خلال الفن، جديد صرنا نركز عليه وصرنا نكتب بكل نسخه جديده. صرنا شوي نحسن فيه لحتى الناس يعرفوا انه هو بالنهايه قد ما انه هو دفتر تلوين حلو واكيد حلو للاطفال، بس انا هدفه اسمى واكبر من هيك، هو نشر الثقافات والعادات والتقاليد، تمسكنا بتراثنا، نكون فخورين بتراثنا عرفتي وبعروبتنا. هلا كثير ناس بيسالوني اذا بس رح نعمل دول عربيه، ان شاء الله لقدام لا كمان دول اجنبيه. انا بدي اسالك جود، لما عملتي كتاب الاردن وكتاب فلسطين قد ايه حسيتي في شغلات مشتركه بيننا جدا وبين يعني فلسطين؟ انا اردنيه من اصول فلسطينيه، انا من الخليل، فجدا جدا يعني ولا احلى لما تشوفي هذا الشيء. حتى اكون صريحه معك، مع مرور الوقت عم بلاحظ كثير من الدول العربيه كمان كثير المتشارك بالاشياء عم تشبه بعض 100% نتشابه. يعني اعتقد فكرتك بانك عم تسافري للبلدان حتى تعرفي شو بالضبط ثقافتهم او تقدري تاخذي من عندهم معلومات والاماكن اللي انت عم تزوريها، لانك عم تعكسي تجربتك الشخصيه، فكره كثير حلوه. ممكن اي حدا بده يطلق مثلا هاي الفكره من البيت يصير يفتح ويدور لا انت عم تقصدي انك تزوري المكان حتى تعيشي التجربه كامله وتوصلي احساسك. صحيح، وهلا مع وجود السوشيال ميديا كمان عم بوثق حتى من ناحيه التصوير، يعني عم نصور عم ننزل فيديوهات، كل ما نطلق كتاب بصور كل معلم زرته. فالحلو عم ندمج انه انت عم تشوف الكتاب بس انا كل شيء زرته كمان عملنا له فيديو، فعم نورجيكم الجهتين من الشيء. فكثير حلو انه هلا في مساعده مع السوشيال ميديا انه بورجي الطرفين. حلو كثير، احنا مبسوطين فيك كثير جود، وعن جد نورتينا وبنكون فخورين صراحه انه عندنا صبايا وشباب مثل هيك عم بيعملوا كتب جميلة جدا، عم بتوثق تاريخ وتراث الأردن، ومش بس الأردن، كل الدول، وإن شاء الله بنلاقي منك كتب لكل دول العالم. شكرا لك جود. شكرا جود، ومبسوطين دائما بس تزورينا فعلا. يعني أنت إعلامية وأيضا متواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي، فاليوم قدرتي توصلي رسالة، الواحد تأثيره مهم. يعني بنشوف كثير ناس بهمهم فولوورز وناس ويكونوا موجودين، بس كم حدا عم بيوصل رسالة، عم بيوصل إشي هدف للمجتمع؟ أنا بس بحكي إشي دائما، نحن دورنا مسؤولية، وجودنا على مواقع التواصل الاجتماعي هو مسؤولية. فأنا بالنهاية إذا ما عم بقدم أي إشي مفيد صراحة أو في رسالة إلها معنى، ما لي داعي على مواقع مش لايكات الموضوع أكثر من إنه عم بوصل رسالة. أكيد. صح، شكرا لك. شكرا لك. شكرا.